لعبة مع النادي الأهلي للناشئين 2007 1996 ل 2007، ولعبة 2007 مع نادي الأهلي تحت سن 19. أما عن مسيرته الاحترافية، لعب سنة 2007 2017 مع النادي الأهلي و2018 مع نادي هويتي الرياضي. بشكركم أعزائي المشاهدين، وأتمنى لي منكم تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد وحصري عن أخبار الكرة العالمية والمحلية، وأيضا الأندية المصرية والدولية واللاعبين المصريين والدوليين. والسلام عليكم ورحمة الله.